فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تسأل وتقول: هل يجوز لي الذهاب في حملة الحج ولو بدون محرم لأكون مرشدة؟ ما شاء الله، ترتكب الحرام علشان تكون مرشدة؟ لا يجوز. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله، لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم. لا يجوز أن تسافر إلا ومعها محرم لأي غرض كان. نعم.